إيران ستتحمل المسؤولية عن أفعال حلفائها في العراق، تحذير أطلقته الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد. المسؤول الأمريكي أوضح أن قوات بلاده ستتجنب المساهمة في أي تصعيد يصب في مصلحة إيران. وقبل التصريح الأمريكي، كانت مصادر أمنية عراقية أفادت بسقوط صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأمريكية. ووفق خلية الإعلام الأمنية العراقية، فإن القصف لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية، واقتصر الأمر على الأضرار المادية. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتابع مجريات الحادثة، مؤكدة عدم وجود أي خطط لإرسال قوات إضافية إلى العراق. قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بالغضب إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات التحالف في العراق. وأكد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أن بلاده سترد بقوة على تلك الهجمات في الوقت والمكان المناسبين، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد الجهة المسؤولة عن هجوم أربيل الأسبوع الماضي.